قاعدة اللطف قلنا على ابتنائها على لوازم صفات الله سبحانه وتعالى، ما يكون لزاما من الله، ما يجب أن يصدر من الله سبحانه وتعالى هو شنو؟ شنو بالحقيقة؟ هو أن يتيح السبيل للإنسان. يعني شلون؟ ولو مع ضيق الخناق بالتعبير، كل واحد يسوي اللي عليه. ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بقاعدة اللطف، قلنا احنا البارحة قاعدة اللطف شلون تفاعل الإنسان معها، وإلا ما تلجئ، مو قوة تخليه يصير خوش آدمي، حسب تفاعله معه. أنه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالله سبحانه وتعالى مقتضى هذه القاعدة أو مضمون هذه القاعدة أنه يجيب لك دستور كامل فيه ما لك وما عليك وفيه سبل النجاة لك، ويجيب لك فت كتاب ناطق، دستور ناطق متجسد على طول الخط، ويهيئ لك القيادة الإلهية الحكيمية التي لا تنطق عن الهوى والتي لا تؤثر عليها لا الخدع ولا العصبيات ولا الأهواء ولا الاصطفافات. هذا من الله. أما لو المجتمع البشري أعرض عنها فساعتها هنا يقال بأن هذا يخدش في قاعدة اللطف. المطلوب أن تكون الحجة لله بالغ. وهذا شلون يكون؟ بأن الولي الإلهي الخليفة الإلهي يكون على طول الخط جاهز وحاضر ومستعد وقيد التطبيق من جهته. هذا الأمر لا يطبق في أرض الواقع في الساحة إلا باستجابة من الناس. فإذا الناس أعرضت وإذا الناس أهملت وإذا الناس جحدت، فهل من لائمة على الله وعلى أوليائه؟ إذا الناس ما تريد الحياة، إذا الناس ما تستجيب، فهل هذا يعني بأن الله سبحانه وتعالى يقطع الحبل؟ أم أنه بالضرورة لا بد دائما من وجود الحجة، بحيث في أي آن من الآنات الناس عقلها رجع المكانة وتركت أهواءها ورادت تتوجه ورادت الحياة، فساعتها القيادة الإلهية تكون حاضرة جاهزة مستعدة موجودة. هذا كله بغض النظر عن وظائف الإمام وآثار وجوده وبركاته الغيبية في هذه النشأة، بل في سائر النشآت. نتكلم بس بمقام القيادة والتشريع والبيان والتربية والتزكية. فأنت بالتالي المطلوب منك إذا تريد مجتمع مثقف، الكادر التعليمي الكادر التربوي يكون مهيأ. هسا هذول الأطفال شعابيث وزعاطيط وما يردون يدرسون وما يردون يقرون، هذا شأنهم هم. أما أنت كمسؤول عليك أن تكون قد أعددت الكادر الكامل والآليات والعوامل لإيجاد جيل مثقف. أخاف يوم من الأيام إذا أنت بطلت مثلا وقلت هذول ما بيهم حظ، يجيك جيل ويقولوا منو قال لك إحنا ما بينا حظ؟ إذا السابقين ما بيهم حظ، فإحنا موجودين، إحنا نريد نصير مثقفين، إحنا نريد ندرس، إحنا نريد نتربى،
بس انت غيبت عنا الطاقم التعليمي والتربوي والتدريبي، ساعتها يلزموا الحجة لو لا؟ حتى ولو كانوا كاذبين يلزموه الحجة، لله الحجة البالغة،